نريد أن نتحدث بالفعل شو مشكلة التيك توك التي وصلت إلى مستويات سياسية وصراع بين قوتين كبيرتين في العالم، الصين وأمريكا. معنا صوتا وصورة الأستاذ أحمد قويدر، خبير في التسويق الإلكتروني وجوجل بارتنر. حياك الله أستاذ أحمد. حياك الله أستاذ. الله يعطيك العافية ويبارك فيك. كيف أمورك أستاذي؟ الحمد لله. الله يعطيكم العافية. الحمد لله. أستاذ أحمد، أحد الصحفيين ذكر كالتالي، قال: البلطجة واللصوصية الأمريكية في أوضح صورها، ترامب يمهل الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك ستة أسابيع لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة أمريكية، يعني بدها تبيع لشركة أمريكية، ويطالب أيضا بتعويضات مالية من صفقة البيع. ما هو أساس الخلاف بين أمريكا والصين حول التيك توك؟ بداية هو مو جديد على الشركات الأمريكية إنه مثل ما قلت إنه هي قد تكون بلطجة أو التي تكون تكسير عقد. يعني بداية الشركات الأمريكية كانت دائما بس تشوف شركة ناشئة أو شركة مستثمرين عم بيكبروا بشكل كتير كبير، مثل سناب شات في البداية حاولوا يشتروها، مثل إنستغرام، مثل واتساب. فكان دائما الشركات الأمريكية تحاول تشتري الشركات الناشئة أو الشركات اللي ممكن تهدد سلطتها أو قوتها كأكبر الشركات. نعم. لكن اليوم اللي فات على الخط هو الصين بداية انه الخلاف بين امريكا والصين هو الخلاف اللي كان ابتدى من تسلم ترامب الحكم، اللي هو كان منتبه انه اذا تركنا الشركات الصينية تسيطر نحن ما احنا نقدر بيوم ايام نوقفها، مثل ما صار مع شركة هواوي من قبل. نعم. اليوم شركة هواوي لما عملوا عليها حظر الاندرويد قالوا نحن حنعمل OS لواحدنا، نظام تشغيل لواحدنا، رح نعمل ستور الابليكيشن لواحدنا، حنشتري ونصنع الهاردوير لاجهزتنا بدون اي حاجه للشركات الامريكيه. فهذا اللي خلى انه اليوم اي شركه او اي تطبيق ممكن ينشا ما يوصلوا لمرحله هواوي، لا يوقفهم تماما. نعم. يحاولوا يشتروا او يعملوا بلوك ابدا على الحكومه الامريكيه. طبعا سبب التيك توك انهم عم يحاولوا يوقفوه هو انه عم تهمهم في كل اتهام لشركه صينيه انه انتم عم تسربوا المعلومات والداتا عملائكم للحكومه والمخابرات الصينيه. تمام. طيب. طبعا لحد الان ما قدموا اي دليل على هذا الشيء، لكن هن دائما هذا الاتهام متهمينه لاي شركه صينيه مثل هواوي مثل تيك توك او مثل اي شركه هي قد تكون تاخذ دعم مباشر من الحكومه الصينيه. طبعا هي اي شركه صينيه تاخذ دعم مباشر بشكل طبيعي من الحكومه الصينيه لحتى تقدر تمشي، لكن مقابل قد تعطيه تسهيلات المخابرات الصينية للوصول لبعض أنواع الداتا الموجودة. لكن هذا دائما الشركات الصينية مثل البايت دانس اللي هي مالكة لشركة تيك توك كانت عم تنفذ فيها، هواوي نفتها من قبل إنه نحن ما بنشارك أي داتا، لكن دائما الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتهم الشركات الصينية لا أنتم عم تسربوا هاي الداتا. طيب. الآن سؤالي أستاذ أحمد، يعني هذا مصير هواوي كما حدث، يعني هل سيكون تيك توك هو رقم اثنين؟ هل بالفعل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض سطوتها كما فعلت تمنع الصين؟ وما هي السيناريوهات أمام الصين في هذه الحالة؟ مليار، لأنه مليار مستخدم يستخدم التيك توك الآن. صح. هلا هو في إني إذا خيارين، يا تعمل مثل ما عملت هواوي إنه هي تستغني عن السوق الأمريكي بداية وتفوت لسياسة التكسير العظم مرة ثانية، إنه لا أنا قادر أعيش بدون الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بدون جمهورة، وأفرض على بسبب الجمهوري اللي هو مثل ما قلت له في عمرية هو كتير ممتازة، يعني أكثر تفاعل ونشاطا على الـ نعم. على السوشيال ميديا والإنترنت بشكل عام، فقط تسوقوا برا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وتفرض عليهم بيوم الأيام يرجعوا يعملوا أنبلوك مرة ثانية بسبب الضغط الشعبي أو ضغط الشركات الثانية. نعم. تماما. لكن او انه لا هي ترضخ تبيع الحصه، يعني هن ما عم بيقولوا لا تبيعي كل الحصه تبعك، لكن هي حتبيع فقط الحصه اللي هي داخل الولايات المتحده الامريكيه وكندا وتنقل السيرفرات من الصين لامريكا ويكون تحت اشراف شركه مايكروسوفت. بهذه الطريقه. لكن حق، عفوا استاذي تفضل. تفضل. قبل كلام هي الطريقه لها انه بس يا يعني انا ترضخ لقرار ترامب وتبيع لشركة مايكروسوفت أو أنه لا تستغني عن السوق الأمريكي والكندي. طيب من خلال اطلاعك على هذا الأمر، هل ترى بأنه السيناريو الثاني بأن تخضع لأمريكا وتنقل السيرفرات بحجة حماية البيانات الشخصية إلى أمريكا وكندا هو الذي ستتجه نحو الصين؟ وفي حال حدث هذا الأمر
هل ستعتقد بأنه ستقوم أي قائمة أخرى لأي منتج آخر بديل؟ هلا بوجود هواوي اللي هو قد تكون شركه ضخمه اليوم وهي فاتت هي السياسه وقالت انه نحن ما راح نوقف عملياتنا، واليوم هي سيطرت على سوق الاجهزه، فهذا خيار ما حيكون لكل الشركات الصينيه او مثلا لا اذا نضخت البايت دانس اللي هي مالكه لتيك توك نعم. للحكومه الامريكيه فما معناها انه لا الشركات الثانيه ما حيكون قائمه مره ثانيه، لا هو خيار قد هي بالنهايه مالها شركه مثل هواوي لكن قد تبيع حصتها بهذا السوق للحكومة الأمريكية، وأنا بتوقع أنه حتعمل هذا الشيء ضمن شروط معينة وسياسة معينة وإشراف معين، لا وأنا بتوقع أنه حتروح لهذا المكان أو لا أنه حتى تتبع هواوي وتقول أنا ما عاد بدي إياها، لكن برجع بقول لك هذا ما شرط أنه كل الشركات الصينية تتبع أنه حتضخ لأمريكا أو لهي الطريقة اللي مثل ما أنت تفضلت فيها أنه هي تكون بلطجة، لكن هي بالنهاية السوق الأمريكي هو سوق كثير فعال وكثير مجدي، وخاصة انه في عنا ادفرتايزمنت ودول اعلانات صحيح اكبر مصدر للفلوس لهذه الشركات مثل فيسبوك وجوجل، ان الادفرتايزمنت هو 80% من دخلها، فاذا استغنت عن هذا السوق فحيخف الدخل مدخوله قيمتها السوقيه وعدد مستخدمينها بشكل ضخم جدا مثل ما قلت خلال الست اسابيع فقط. استاذ احمد قويدر خبير التسويق الالكتروني وجوجل بارتنر، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات، حياك الله سيدي. يا هلا.